حياكم الله مشاهدينا من جديد، يا مرحبا بكم ويانا. ما زلنا مستمرين معاكم في جولتنا في مركز اكسبو الشارقة والمهرجان الدولي للتصوير اكسبوجر 2017، والذي يأتيكم تحت شعار صور ملهمة، مجموعة كبيرة من الشركات المشاركة وعدد كبير من الورش التدريبية اللي بدورها تستهدف المصورين سواء كانوا هواة أو محترفين، إضافة إلى عدد كبير ومميز من الزوار اللي استقبلهم هذا المهرجان المميز من مختلف دول العالم. يسعدنا أن تكون معنا الحين الأستاذة ثريا السيد، خبيرة معتمدة في شركة أدوبي. صباحك خير، حياة الله. صباح النور، أهلا بك، إزيك؟ لا ربي يسلمك. بداية نحن نرحبك في المهرجان الدولي للتصوير اكسبوجر 2017، هذه أول زيارة لك أكيد في هذا المهرجان. فعلا هي دي أول مرة أشارك في المهرجان، وأنا عرفت أن المهرجان كان تم السنة اللي فاتت، كان نفسي فعلا أن أحضره بس كنت مشغولة، وأتمنى أن أنا إن شاء الله أحضره يعني السنوات القادمة كمان بإذن الله. رأيك شوي نتكلم عنه الشخصي في هذا المهرجان المميز، وخاصة أن هناك كثير من الشركات اليوم اللي تعتبر كبيرة في مجال معدات التصوير وأحدث التقنيات في هذا المجال. بصراحة هو المهرجان بيضم عدد كبير من الشركات المنتجة للمعدات، معدات التصوير، من ضمنها زي فوجي فيلم وسوني، ويعني العديد من الشركات، وبصراحة كلهم بيشاركوا بفعاليات وندوات ووركشوبس كلها مفيدة جدا لأي مشارك يحب ان هو يستفيد بطريقة عملية واقعية، لان طبعا مجال التصميم والتصوير هو مجال عملي وبراكتيكال، غير ان هو طبعا نظر يعني دراسة وعلم. التصوير هو علم كبير جدا، وليه كتب وليه نظريات للتصوير ونظريات للإضاءة، وبيتم تقسيم علم التصوير لكاتيجوريز كتير دلوقتي. يعني ممكن نقسم التصوير لتصوير البرودكت المنتجات، او تصوير الفودز الأغذية، تصوير الساحات الخارجية، او تصوير داخلي. فطبعا هو علم كبير جدا. في ناس تكون ممكن تكون دخلت هالمجال بطريقة الهواية، وفي ممكن ناس دخلته عن طريق الدراسة، بس اعتقد ان لازم ان الناس كلها تبقى مش بس هاوية هي، بس لازم تعرف كمان اساسيات التصوير بطريقة فعلا علمية أكتر. أكيد، وخاصة أن المهرجان الدولي للتصوير اليوم يعتبر منصة مهمة ومنصة ثقافية تساهم بشكل كبير في تطوير قدرات المصورين من مختلف دول العالم. يعطيك الصحة والعافية أستاذة ثريا، شكرا لك. عفوا، شكرا لك. إذن مشاهدينا، كل الشكر والتقدير للأستاذة ثريا السيد، خبيرة معتمدة في شركة أو في شركة أدوبي، على هذه المعلومات القيمة والمفيدة. مستمرين معاكم في جولتنا مشاهدينا، لكن بعد هذا الفاصل تريونا. Yeah.